جئنا لمدينة المكسيك للمشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي، وشاركنا إلى جانب الكثير من النسوة المدافعات عن حقوق المرأة القادمات من مختلف بقاع العالم للدفاع عن المرأة ومناهضة العنف بشتى أنواعه، حيث أن المجتمع السوي والمتوازن هو الذي تكون فيه المرأة ذات قيمة ومحمية من العنف اللفظي والجسدي، وحيث تتمتع فيه بكامل حقوقها دون قيود أو خوف أو إكراه. مشاركة اليوم في التجمع النسوي في المنتدى الاجتماعي جاءت تمثيلا عن مجلس جهة العيون الساقية الحمراء بفضل ثقة الساكنة فيه وبفضل حقي الذي يضمنه للدستور المغربي للمشاركة في العمل الديمقراطي. وشكلت أشغال اليوم مناسبة لإيصال صوت المرأة الصحراوية إلى العالم وإبراز دورها الريادي في العالم، كما شكلت فرصة للتضامن مع النساء في مخيمات تندوف آملين أن يفك الحصار عنهن لنعمل جنبا إلى جنب لتنمية أقاليمنا الجنوبية، طبعا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة.